هي من أقذر 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 الشتايم في أمريكا. السلام عليكم. ان شاء الله فيديو النهارده هيكون تكمله الفيديو كنت عملته قبل كده عن انك ازاي تشتم بالانجلش او ازاي تعرف حد بيشتمك بالانجلش او ازاي تعرف حتى الكلمات اللي هي بتبقى كلمه مسيئه موجوده على التيشيرت بتاعك وانت ما تعرفش. ان شاء الله هنكمل النهارده الفيديو، هنكمل بقى الكلمات وهوضح كل الكلمات، واي كلمه مش واضحه او مش هقدر اقولها ان شاء الله هتبقى مكتوبه نصا. طبعا مش مسامح اي حد انه ياخد الكلمات دي، الكلمات اللي هتبقى موجوده في الفيديو دلوقتي تمام، انه ياخدها يسب حد او يشتم حد او الكلام ده ممنوع، الكلام ده انا مش مسامح فيه، الكلام ده انا مش مسامح فيه. هي بس للعلم فقط مش اكتر من كده، يعني هي للعلم فقط بس عشان تتجنب الكلمات دي، اي كلمه مش كويسه تبعد عنها بس مش اكتر. فخلينا نبدا باول كلمه معانا النهارده، هي كلمه insult. insult 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 دي معناها اهانه. اهانه بتيجي بمعنى اسم اهانه او بتيجي بمعنى verb. insult verb يهين، يهين حد. you just insult me، you just insulted me. تاني كلمة معنا هي كلمة obnoxious. obnoxious obnoxious معناها شخص غيتت أو إنسان بغيض، إنسان بغيض، شخص بارد. obnoxious. كلمة الثالثة هي كلمة rude. الكلمة دي مشهورة جدا طبعا. rude rude معناها وقح، بتيجي اسم وصفة، وقح ووقاحة في نفس الوقت، وقح rude. بعد كده كلمة depraved. depraved depraved معناها شخص فاسد أو فاسد أخلاقي، يعني ما عندوش أخلاق، إنسان مش متربي. depraved. you have a depraved mind. you have a depraved mind. moron. moron إنسان عبيط أو أهبل، يعني من السهل إنه يضحك عليه. moron. moron. okay. insufferable. insufferable. insufferable يعني شخصية لا تحتمل، شخصية لا تطاق، يعني شخص بارد، شخص محدش بيتحمله. you are insufferable. you are insufferable. greedy. greedy greedy يعني طماع، انسان طماع يحب يكوش على كل حاجه. perverted. perverted perverted معناها انسان منحرف او انسان شاذ او مرتد عن المله. perverted. perverted selfish. selfish selfish يعني شخص اناني، اناني يحب نفسه. selfish. you are selfish man. you are selfish. selfish أناني. apathetic. apathetic apathetic شخص يعني لا يبالي، ما يقدرش يشيل المسؤولية، يعني عايش ولا على باله، لا يبالي، مش في دماغه. dumb. dumb dumb or dupe. dumb or dupe دي معنى شخص غبي عادي، يعني شخص غبي. dumb or dupe. okay so stupid. cynical. cynical cynical متنمر، شخص متنمر او ساخر بحب يتريق على الناس. فلما يشوف حد رفيع فيقول له ايه، you are airy fairy. you are airy fairy. you are airy fairy يعني انت ضعيف او هزيل او شخصيه يعني ضعيفه كده. mean. mean دي معناها سافل، حقير، خزر، خسيس، زي ما انت عايز قول قول. او بتيجي بمعنى اسم برضو اللي هي بحقاره او بسفاله، يعني devil lucifer demon. ثلاثه دول معناهم شيطان. شيطان يعني لقيتها مكتوبة على التيشيرت فاعرف الكلمة دي معناها ايه. demon lucifer. okay devil. atheist. atheist 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 or atheist. okay ده معناها ملحد، ملحد ما عندوش دين يعني، ملحد. okay gay. gay يعني شخص مثلي. ده for males. okay for males. for females هتبقى lesbian. lesbian يعني واحدة مثلية. okay lesbian. okay لو حد عصبك وتعصبت من حد وخلاص عايز تقوله اطلع بره، ما بتقولوش بقى get out، لا بتقوله piss off. piss off or fuck off. piss off out of here man. piss off out of here. okay لما تم بيتجوزوا جواز غير شرعي فبيخلفوا طفل، الطفل ده بنقول عليه bastard. bastard bastard. okay bastard. الكلمة اللي قبل الأخيرة معانا النهاردة هي كلمة whore. whore. whore بتساوي bitch. بتساوي bitch. okay whore والاتنين بنفس المعنى. بعد كده الكلمة الأخيرة معانا النهاردة هي من أقذر 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 الشتايم في أمريكا، هي كلمة motherfucker. motherfucker motherfucker دي معناها سافل، حقير، قذر،
زي ما انت عايز قول دي بتعبر عن الغضب ماشي، فهو لما حد يقولها لك فخلاص بيعرف ان هو متضايق منك على الاخر يعني. في نفس الوقت الكلمة دي بتعبر عن الاعجاب، الاعجاب بشدة ماشي، ليها معنى في مصر بنقوله انت مثلا انت جامد جدا، انت جامد فش، اوكي، فدي ليها نفس المعنى يعني. مثلا بتقول ايه you are genius man، you are motherfucking genius، اوكي، يعني انت عبقري، عبقري جدا، عبقري فش، عبقري فش. جنبوا الكلام ده يا جماعة، محدش يستخدم الكلام ده. بس لو شايف نفسك انك استفدت من الفيديو ده فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، فعل زر الجرس. ان شاء الله كل اسبوع هيبقى في فيديو تعليم اللغة الانجليزية، هشرح كل قواعد اللغة الانجليزية ان شاء الله، هقول لك اسرار ازاي تتكلم بسرعة زي الاجانب، هخليك توصل ان شاء الله انك تراب بالانجلش. اشوفكم الفيديو الجاي، السلام عليكم. Know that you can do that, but please do not do that. Please do not do that.